ترامب يمارس لعبة سياسية وأنا أدعه يلعبها. تصريح ناري أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس خلال مقابلة تلفزيونية ردا على تغريدات ترامب الهجومية والتي أطلقت سهاما تمزق الروابط الدولية بين فرنسا وأمريكا والتي دامت لعقود. ماكرون أضاف خلال المقابلة إن التعامل بين بلدين حليفين منذ وقت طويل مثل فرنسا والولايات المتحدة يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل، وتابع أن فرنسا حليفة وليست تابعة لها. فهل ينتهي هذا التحالف الذي دام لعقود على يد ترامب؟ وما سر الخلاف الذي نشب بينهم؟ simply playing domestic politics. So I'll let him do his domestic politics. I'm not in charge of that. I don't think our competition. الإجابة هو أن هذا ما يفعله ترامب الآن. القصة بدأت يوم الأحد الماضي خلال الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى. يوم الأحد اجتمع قادة العالم في باريس إحياء لهذه الذكرى التاريخية لنهاية حرب راح ضحيتها أكثر من 16 مليون شخص، كانوا ما بين مدنيين وجنود. الزعماء شاركوا في مراسم مهيبة عند قبر الجندي المجهول، لكن المشهد الذي نراه الآن كان ينقصه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب علق عبر تويتر على الرئيس الفرنسي ماكرون على هذا الفيديو قائلا: هذه الصورة رمز للسلام الدائم بين الأمم، وهي ليست صورة لحظية أخيرة من الوحدة قبل أن يصبح العالم مظلماً في اضطراب جديد. أجواء السلام التي تحدث عنها إيمانويل ماكرون ظهرت أيضاً في بعض التغريدات الدبلوماسية المتبادلة بينه وبين ترامب، حيث عبر ترامب عن سعادته بهذا المحفل التاريخي الذي جمع قادة العالم، ثم شكر ماكرون، وبالتالي رد عليه الرئيس الفرنسي ماكرون بكلمات حملت أيضا الشكر للجنود الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل فرنسا. فهل تستمر أجواء السلام بين ترامب وماكرون؟ للأسف لا. فماذا حدث بعد عودة دونالد ترامب لأمريكا؟ ماكرون اقترح إنشاء جيش خاص لحماية أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. هنا استشاط ترامب غضبا وفتح النار على ماكرون وقال له في تغريدة: حدثني عن وضع فرنسا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وصل الوضع إلى أن باريس بدأت في تعلم اللغة الألمانية قبل أن تنقذهم الولايات المتحدة، في إشارة لأن الهوية الفرنسية كانت ستطمس خلال الحربين لولا تدخل أمريكا وإنقاذها من الألمان. ولم يتوقف ترامب عن الهجوم، بل طال شعبية ماكرون داخل فرنسا ووصفها بأنها منخفضة. لهذا يحاول ماكرون صرف الأنظار إلى أمور أخرى، وأنهى ترامب هجومه المتواصل بجملته الشهيرة: لنجعل أمريكا عظيمة، لكن هذه المرة استبدلها وقال: لنجعل فرنسا عظيمة مجدداً.